هي اوغام حميده ماشي سرطانيه وما تطورش من بعد مع الوقت لسرطان. جاني واحد النزيف ملي جيت عندها قالت لي راه عندك واحد الورم اللي فيه اللي خاصني ضروري واحد العمليه باش نحيدو لك. الحل الجذري الاورام اللي فيا هي تتبقى هي الجراحه. كان عندي نزيف كثير والوجع تيجيني مره مره، دابا وليت مزيانه رجعت ليا صحتي. النصيحة اللي تنتوجه بها للنساء يشوفوا الطبيب الاختصاصي اللي متبعين معاه، يزوروه على الاقل مره في العام. مقاس ديال البطن هو من المشاكل الصحيه اللي كيعانيو منها الرضع خصوصا في 3 شهور الاولى. الاورام اللي فيا هي اورام حميده ماشي سرطانيه وما تطورش من بعد مع الوقت لسرطان. دونك علاش نسميوها ليفيا؟ لانها التمركز ديالها في الياف الرحم. هاد الاورام الليفيه تتقيس مجموعه ديال وعدد كبير من النساء، من يمكن لهم تقيسهم من سن البلوغ حتى لسن الياس، ولكن في الاغلبيه الاحيان تيكونوا عند السيدات اللي تيكون عندهم الاعمار ديالهم تتجاوز 40 سنه. السبب ديال هاد الاورام الليفيه تيكون غالبا ناتج عن اختلال في بعض الهرمونات، ونوطامون الارتفاع في واحد الهرمون تيتسمى الاستروجين. كاين مجموعه ديال العوامل الاخرى مثل العوامل البيئيه، من العوامل الجينيه والعوامل الاثنيه. الاثنيه يعني تنعنيو بها العرق ديال الانسان، يعني كاين مثلا العلماء لاحظوا بان هاد الاورام الليفيه تتواجد بصفه كبيره عند النساء ذوي البشره السمراء. كيفاش يمكننا نكتشفوا هاد الاورام الليفيه؟ تتكون بعض المرات صدفه، يعني السيده تتجي عندنا عندها شي مشكل وتنديروا الكشف بالصدام، تلقاو بان عندنا مجموعه ديال الاورام، ولا مثلا في اطار تتبع الحمل. هذه صدفه. بعض المرات تيكون عندها مجموعه الاعراض، هاد الاعراض هما تيكونوا السبب ديال زياره الطبيب. من بين هاد الاعراض اول حاجه هي غزاره الحيض، يعني تتكون عندها الدم تتجيها جوج نوبات في الشهر، ولا تتبقى فيها مده كبيره طويله اكثر من 7 ايام. داكوغ، تيكون عندها مثلا تتكون سائله، تتكون مكبده فيها كبادي صغار ولا كبار. دونك هادو من بين العوامل. الحمد لله بخير وعلى خير في صحتك. الحمد لله. تدوز على شي حاجه؟ ما عندك حتى شي مرض مزمن؟ لا الحمد لله. داكوغ، علاش جيتي اليوم؟ جيت على المشكل ديال دم الحيض، ما كتحبسش ليا، كتبقى فيا مده ديال 15 يوم، وخفت لي يكون عندي فيبروم ولا شي حاجه. بين الدوره والدوره شحال تقريبا عندك؟ كتقدر تجيني ما بين 15 يوم حتى 20 يوم. وهاد الدم سائله ولا مكبده؟ لا كاين الدم مكبده بزاف. مكبده تيهبطوا عليك كبادي ديالك تاع. دابا في هذه الحاله مادام لازم خصنا نديرو اول حاجه فحص سريري، يعني خصنا نقلبوك ومن بعد عندي واحد الكشف الفحص بالصدى باش نتاكدوا وشنو عندك بالضبط. كاين الالام سواء في الرحم او على مستوى اسفل البطن. كاين عاوتاني ملي تتكبر هاد الاورام تيكون تتولي تتشكل ضغط على الاعضاء المجاوره، فهاد المنبر تيكون عندنا يا ضغط على المتانه النبوله، دونك السيده تتكون عندها مشكل في التبول ما تقدرش تحصر البوله، ولا تيكون عندنا ضغط على المسرة الغليظ ولا على الكولون، تيكون عندنا امساك.
في اخر المطاف يمكننا يكون عندنا سيده مثلا عندها تاخر في الانجاب، وتيكون من بين الاسباب السبب ديال اللي تلقاو في الفحص بان عندها اورام ليفيه. بالنسبه للوسائل التشخيص فهي اول حاجه الفحص السريري، يعني تجي السيده تنقلبوها تنفحصوها تنشوفوا واش كاين ارتفاع ديال الحجم ديال الرحم. ثاني حاجه الفحص بالصدى او ليكوغرافي، هي واحد الوسيله اللي تتكون كافيه باش نحدوا بيان سور تشخيص المرض، وبيان سور نحدوا العدد والتموضع ديال هاد الاورام. التموضع تقدر يكون في جدار الرحم، جوف الرحم، او خارج الرحم. هاد المساله مهمه عندنا بزاف لان هي اللي تتحدد لنا تقنيه العلاج. العلاج ما تنعالجو الا الاورام الليفيه اللي عندها اعراض، اللي ما كانش عندها اعراض المراقبه كافيه. اذا العلاج تيكون بالنسبه للادويه لحد الان ما عندناش شي دواء اللي تيتخاد عن طريق الفم اللي تيذوب لنا الكرات. فاذا الادويه تتنحصر لو رول ديالها الى معالجة الأعراض اللي ستكون مصاحبة. صباح الخير، كيفا؟ صباح الخير عليكم. صباح النور. كيدايرتي حسنة؟ لاباس؟ كلشي لاباس؟ مستعدة؟ الحمد لله مستعدة. شوفي كلشي غيدوز بخير، ما تخافي ما حتى شي حاجة، كلشي غيدوز مزيان. العملية غادي تاخد تقريبا واحد ساعة المكانة، وإن شاء الله ندخلوك لاشومبر ترتاحي. السيدة تتعاني من مشكل نزيف حاد، من درنا الفحص بالصدى تبين بان عندها واحد الورم ليفي بالدارجه كره في الوالده. دونك بحكم بان الكره جات قريبه لجدار الرحم ف وعندها نزيف حاد، اذا ارتئينا بان نديروا لها واحد العمليه بسيطه، عمليه استئصال الورم الليفي. فوالا دونك ان شاء الله كل شيء غادي يدوز مزيان. السيده اللي بخيت دابا شافها الطبيب التخدير، دونك عطانا الاوكي بعد ما شاف التحاليل ديالها. دونك دابا ان شاء الله نتوكلوا على الله. جيت عند الدكتوره حين جاني واحد النزيف، وملي جيت عندها قالت لي راه عندك واحد الورم اللي فيه اللي خاصني ضروري واحد العمليه باش نحيدو لك. صافي ان شاء الله يكون على الخير. اول حاجه بالنسبه للمريض هو الثقه، تكون الثقه الكامله بينه وبين الطبيب ديالو، الدعم النفسي اللي كيوجهوا ليه اللي هو اللي كيساندوا به، كيساند به المريض ديالو، هذا في حد ذاته راه كيعاونوا. والدعم العائلي الا كانت الاسره واقفه بجنب المريض راه كيكون كلشي كيدوز على خير وبخير. يمكن لك تكلفي بلا باسون تعفاك نزليها للبلوك اوبيراتوار باش دير العمليه ديالك. أني بون جورني، السلام عليكم. إذا الحل الجذري الأورام الليفية هي تتبقى هي الجراحة. إذا الجراحة عندنا حالتين، الحالة الأولى تنستأصلوا فيها الأورام الليفية مع الحفاظ على الرحم، الحالة الثانية يتم استئصال الرحم كليا. هاد الاختيار بين الحالتين تيكون راجع على حساب سن المرأة، الرغبة ديالها في الإنجاب، عدد وحجم الأورام الليفية. بالنسبة للحالة الأولى اللي تيتم فيها استئصال الأورام الليفية، فإذا التموضع ديال هاد الأورام تحدد لنا التقنية الجراحة. فاش كيدخل المريض اولا كنشوفوه، دونك من بعد دونك على حسب الحاله الصحيه ديالو كاين جوج الانواع ديال التخدير، اما تخدير عام او تخدير محلي او موضعي.
دونك على حساب كل واحد كيدير على حساب الحاله الصحيه ديال المريضه. دونك الا كان شي مرض مزمن ولا شي حاجه كيستوجب بنج كلي راه كنديروا بنج كلي او العام. وبالنسبه لشي واحد زعما الحاله الصحيه مزيانه ولا العمر ديالو صغير كنفضلوا البنج منج نصفي اللي زعما كيكونوا فيهم حتى مشاكل بجوج كيدوزوا في احسن ظروف. العمليه كدوز في وقت وجيز زعما واحد الساعه حتى ساعه ونصف. من بعد المريض كيبقى عندنا في المراقبه في غرفه المراقبه واحد الساعه حتى ساعه ساعه ونص على ما يفيق. اذا كان البنج عام على ما كيستفيق وكيمشي كيرجع للغرفه ديالو. السيده ديجا فاتحه لا بوغ اون سيزاريان دونك غنعاودو نفس الفتحه ما كاينلاش نديرو فتحه اخرى. دونك غادي نديرو واحد الفتيحه صغيره باش نقدروا نخرجوا لي فيبرون فوالا. دونك توكلوا على الله ان شاء الله. هذا في الحاله الاولى اللي يتم استئصال الاورام الليفيه ويتم الحفاظ على الرحم المرأة والقدرة ديالها على الإنجاب. في هذه الحالة التموقع والتموضع ديال الأورام الليفية هو اللي تحدد لنا التقنية اللي تلتجأ لها في هذه الحالة. إذن لكن عندنا الورم الليفي في الجوف الداخلي ديال الرحم فتنمكننا نديرو غير الاستيروسكوبي أوبيراتوار ولا المنظار الرحم الجراحي. لكن عندنا الأورام الليفية في الجدار ديال الرحم ولا خارج الرحم وكان العدد ديالها والحجم ديال هاد الاورام محدود ممكن نديرو لا سيليوسكوبي اللي هي عمليه بالمنظار. في الحالات الاخرى اللي تيبقاو لينا فاذا تنقدروا نديرو الجراحه الكلاسيكيه اللي هي فتحه صغيره في البطن ديال المراه. السلام عليكم مدام. لاباس كي دايره؟ كلشي لاباس؟ امان الله. كيف بقيتي؟ تفضلي. كيف بقيتي شويه لاباس؟ الحمد لله. الم ما بقاش؟ الحمد لله. النزيف ما بقاش؟ الحمد لله. ترجعتي للحياه ديالك اليوميه عاديه؟ عاديه الحمد لله. داكوغ. كان عندي نزيف كثير والوجع تيجيني مره وجيت عند الدكتوره واقترحت عليا ندير تقنيه جديده. دابا وليت مزيان رجعت ليا صحتي الحمد لله. فضل الدكتوره متبعه مع دابا الحمد لله على كل حال. حنا كاطباء تنحاولوا باش نحافظوا على الرحم قدر الاستطاعه. ولكن مثلا الا كانت عندنا شي سيده عندها السن ديالها تفوق 45 سنه عندها مجموعه ديال الاورام الليفيه كبيره ومتعدده وعندها 3 ولا 4 الوليدات يعني ما كاينش الرغبه في الانجاب فتنقترحوا عليها استئصال كامل للرحم لان الهدف ديال هاد العمليه هي نقصوا من الاحتمال ديال يرجعوا هاد لي فيبرون. النصيحة اللي تنتوجه بها للنساء اللي تيشاهدونا ما يتردوش يشوفوا الطبيب الاختصاصي اللي متبعين معاه يزوروه على الأقل مرة في العام باش يكون واحد تشخيص مبكر وخصوصا إلا كان عندنا أعراض نلتجؤوا سيستيماتيكمون عند الطبيب ديالنا باش يمكن يدير لنا مجموعة الفحوصات اللي تتمكننا من الكشف المبكر عن مجموعه ديال الامراض. ان شاء الله ميعادنا العام الجاي ان شاء الله. اهلا بكم. مغص البطن كيسبب واحد القلق كبير عند السيدات اللي كيكونوا يلاه والدين. فكيف ما كنعرفوا انه هذا الرضع ملي كيعانيوا من المغص ديال البطن كيوليو متوترين كيوليو كيبكيو بزاف كيوليو النعاس ديالهم قليل. وهاد الغازات ديال البطن كتقدر تبقى حتى 3 شهور ولا 4 شهور عاد كتبدا الحده ديالها كتنقص بشويه بشويه. دونك غادي نقسموا هاد المغص ديال البطن على حساب الام واش كترضع رضاعه طبيعيه ولا رضاعه اصطناعيه. بالنسبه للسيدات اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه من بين الاشياء اللي كتادي المغص ديال البطن عند الرضع هو انه هذيك السيده يا اما
ما كتكملش ليه الرضعه. فاللي كنعرفوا انه الحليب ديال الام في المرحله الاولى ديالو كيكون غني باللاكتوز، في المرحله الثانيه كيكون غني بالبروتينات، وفي المرحله الثالثه كيكون غني بالدهون. فالام ملي كتعطي البيبي هذاك الرضعه الاولى ديالو يعني كتكون غنيه باللاكتوز وما كتكملش ليه الرضعه وكتدوز للثدي الثاني، فهو كياخذ فقط الحليب اللي كيكون غني باللاكتوز، وبالتالي هذا الشيء كيؤدي لظهور ديال الغازات على مستوى البطن. من بين ايضا الاشياء الاخرى اللي كتسبب الغازات ديال البطن هو انه هذيك الام ما كتشدش البيبي ديالها بواحد الطريقه اللي كتكون صحيحه، وبالتالي كيؤدي هذا الشيء لتسرب واحد الكميه كبيره ديال الهواء على مستوى البطن ديالو. بالنسبه للسيدات اللي كيرضعوا رضاعه اصطناعيه، من بين الاخطاء اللي كيرتكبوها هو انه اولا هذيك البيبغون ما كيعطوش ليه بواحد الطريقه سليمه، دونك البيبي في عوض ما انه كيرضع الحليب بوحدو ممكن انه كيرضع الحليب بواحد الكميه كبيره ديال الهواء مصاحبه ليه. من بين الاخطاء الاخرى اللي كيرتكبوها هاد السيدات هو انه كتعطيه الحليب الاصطناعي بدون استشاره طبيه، وهذا الحليب ممكن انه يؤدي لظهور مجموعه من الالتهابات على مستوى الامعاء، وبالتالي كيبانوا عندهم مجموعه من الغازات اللي كتؤدي لظهور هذا المغص. ما نساوش ايضا انه سبكاتا ولا لاتيتين هي من بين الاسباب حتى هي اللي كتؤدي لظهور ديال الغازات ديال البطن. اذا ديما كنقولوا انه الوقايه كتبقى خير من العلاج، دونك باش نقصوا الحده ديال هذا المغص عند هذا الرضع لهاد الاطفال، فيستحسن انه هذا الرضيع ملي كيكون في الفتره ديال الرضاعه تحاول الام انها الا كانت كترضع رضاعه طبيعيه تكملها ليه، بمعنى انها الا عطاتو الثدي الاول تحاول تكمل ليه الرضعه عاد باش تدوز للثدي الثاني. ايضا تحاول انها مره تسس هذاك الوليد كتقرع باش كينقصوا ليه الغازات من البطن ديالو. نحاولوا ايضا اننا بالنسبه للوليدات الصغار كيف ما كنعرفوا انه الا كان النيف ديالو مسدود وكان كيرضع فما كيرضعش مزيان، وبالتالي كيدخل ليه واحد النسبه كبيره من الهواء، فيستحسن انها تبقى تنظف ليه الانف ديالو بانتظام. نحاولوا اننا ننظفوا واحد 3 حتى 4 المرات في النهار. مره غادي نديروا لذاك لو بيبي واحد لو ماساج سيركول على مستوى البطن ديالو، واحد المساج دائري، ونحاولوا ايضا اننا نديروا ليه واحد المجموعه من الحركات بالرجيلات ديالو باش نساعدوه انه يتخلص من دوك الغازات، وبالتالي هذاك المغص كينقص. اذا مغص ديال البطن هو من المشاكل الصحيه اللي كيعانيو منها الرضع خصوصا في 3 شهور الاولى، واللي ممكن اننا نقصوا من الحده ديالها عن طريق اتباع مجموعه من النصائح. موضوع جديد في الحلقه المقبله فقره حمي نفسك الاسبوع المقبل باذن الله. هنا هنايا من اجل دعم القافله اللي كنظمت هنا على مستوى جماعه طمسلوحت لفائده ساكنه جماعه طمسلوحت، وبشراكه مع جمعيه امانه اللي كنوهوا بهذا التنظيم، وكنقولوا بانه داخل في اطار الاستراتيجيه الوطنيه اللي كتنهجها وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه من اجل دعم خدمات القرب للساكنه، وكذلك الاستفاده من بعض الخدمات اللي كانت حكرة على المستوى الاستشفائي، دروكا كانت لاحظوها على مستوى الخدمات المتنقلة بالقرب من الساكنة. كما تتعرفوا جماعة أمانة تدير قافلة طبية في المغرب، كنا في كل منطقة في المغرب حتى لدابا، وهاد مرة دينا قرار نجيو البلاصه اللي مضروره في المغرب. شفنا هذوك التصاور فيديوهات في المغرب ديال الزنزان في هذه المنطقه ديال الحوس ديال مراكش، ودينا قرار نجيو لهذه المنطقه. لقينا بزاف ديال الحالات، كاين حالات اللي خصهم غاديولوجي، لصقنا مع مينيستر ديال لا سونتي حنونا غيساعدونا باش هاد الناس يديروا الغاديولوجي. إطار دائما هذه القافله اللي تنظمت على مستوى جماعه طمسلوحت راه كتوعدنا الجمعيه اللي هي جمعيه امانه بانه التتبع ديال بعض الامراض اللي كانت تم التشخيص ديالها على هذا المستوى، اللي هي جلاله، مرض جلاله وامراض السكري، وغيتقام التتبع ديالهم بطريقه دقيقه وعلى مستوى القوافل ان شاء الله اللي غتنظم مستقبلا. في إطار دائما هذه القافلة نخص بالذكر وبالشكر الجزيل
لسيدنا الله ينصره اللي بفضل الرؤيه المتبصره ديالو، لانه دائما يحث على خدمات القرب للساكنه وان يستفيدوا جميعا بخدمات ذات جوده عاليه. ونشكر كذلك جميع من ساهم بقريب او من بعيد في انجاح هذا الورش.